مساء الخير أحبائي وأعزائي، وكل عام وأنتم بخير. وفاة صلاح السعدني عن عمر يناهز 81 عام. اتوفى إلى رحمة الله تعالى الفنان القدير صلاح السعدني عن عمر يناهز 81 سنة. رحل الفنان الكبير تاركا أرصا فنيا عظيما، ورث كبير قوي من الفن ومسيرة فنية طويلة ما بين الدراما والسينما، الذي قدم فيها علامات بارزة وأدوار لا تنسى خلال مسيرته الفنية الذي اشتهر فيها بلقب عمدة الدراما المصرية. الفنان الكبير الراحل صلاح السعدني بدأ التمثيل منذ مسرح الجامعة، حيث كان يشارك في العديد من المسرحيات بمسرح الكلية، مكونا ثنائيا ناجحا مع صديق عمره الزعيم عادل إمام. شارك الفنان الراحل صلاح السعدني بالعديد من الأدوار البارزة التي صنعت اسمه، ولكن أحدث تلك الأدوار طبعا وهو مسلسل ليالي الحلمية سليمان غانم العمدة، وهو الدور الذي قدمه ببراعة شديدة، خاصة مع التطور العمري للشخصية التي تطلب منه مجهودا مضاعفا لإظهار ملامح الكبر في السن في أجزاء المسلسل الذي صنف بالملحمة الدرامية المميزة. من هو صلاح السعدني؟ ولماذا أطلق عليه مسيحي؟ ولماذا؟ هل بسبب والده؟ سوف نعرف. صلاح السعدني ديانته، هل هو مسلم أم مسيحي؟ هو والد الفنان أحمد السعدني من أشهر أبناء جيله عادل إمام، يحيى الفخراني، عزة العلايلي، يوسف شعبان، وأبرز أدواره دور العمدة سليمان غانم في مسلسل ليالي الحلمية. زوجته من هي ومعلومات عنها وعمره وتاريخ ميلاده وبرج الفلكي. دعونا نتعرف الاسم الكامل صلاح الدين عثمان إبراهيم السعدني. يبقى صلاح اسمه صلاح الدين عثمان إبراهيم السعدني. الاسم الفني صلاح السعدني، تاريخ ميلاده 23 أكتوبر سنة 43، عمره في عام 2021 كان 78 سنة. البرج الفلكي برج العقرب، محل البلاد كفر القرايين بمحافظة المنوفية، الجنسية مصري، المهنة ممثل، الديانة مسلم، الحالة الاجتماعية متزوج، مراته ما نعرفهاش، عدد ولاده ما نعرفش، اسم أولاده أحمد السعدني. بداية مشواره سنة 64، وقف عند سنة 2013 مع مسلسل القاصرات. ولد الفنان القدير صلاح السعدني في 23 من شهر أكتوبر في عام 1943، ولذلك هو يبلغ من العمر 78 سنة، وبرجه الفلكي هو برج العقرب. اسمه الكامل هو صلاح الدين عثمان إبراهيم السعدني، وهو من وليد كفر القرين بمحافظة المنوفية، وتعود أصول عائلته إلى منطقة الأرياف. درس في كلية الزراعة وحصل منها على شهادة البكالوريوس، وكان يعمل على مسرح الكلية، وقد تخرج مع الفنان عادل إمام صديقه في الدراسة. الفنان صلاح السعدني هو شقيق الكاتب الكبير محمود السعدني، قدم العديد من الأعمال الفنية التي من أشهرها فيلم الأرض مع النجمة نجوى وإبراهيم والفنان الراحل محمود المليجي، كما أنه شارك في العديد من المسلسلات ومنها مسلسل القاصرات مع النجمة داليا البحيري. صلاح السعدني في ليالي الحلمية، شارك الفنان صلاح السعدني في مسلسل ليالي الحلمية رائعة الكاتب الكبير أسامة أنور وكاشة، وجسد السعدني دور العمدة سليمان غانم، وعرف من خلاله بعمدة الدراما المصرية، وكان يبدع في الشخصية التي يقدمها مما يجعلها ترسخ في الأذهان. ظل شخصية العمدة وشخصية سليم البدري راسخة في أذهان الجمهور بعد أن تم إنتاج 5 أجزاء من المسلسل. ولم يكن الفنان صلاح السعدني هو المرشح في البداية لهذا الدور، كما أن كان من المقرر أن يقدم يحيى الفخراني دور العمدة، لكنه اختار دور الباشا، وبالتالي خرج العمل بهذه الصورة التي حققت نجاحا كبيرا. شارك في بطولة المسلسل الفنانة فردوس عبد الحميد، الفنان محمود عبد العليم، ممدوح عبد العليم، وأصال الحكيم، وصلاح السعدني وعادل إمام. قدم الفنان صلاح السعدني دور حسن في مسلسل أرابيسكو الذي كان مرشح له الزعيم عادل إمام، واعتذر عنه السعدني صديقة مقرب للفنان عادل إمام منذ أيام الدراسة، إلى جانب الفنان سعيد صالح ونور الشريف، والذي استطعت نوعيتهم جميعا مع بعض على خشبة المسرح. صلاح السعدني ويحيى الفخراني، شارك الفنان القدير صلاح السعدني طبعا مع يحيى الفخراني مسلسل ليالي الحلمية. أحمد السعدني ابن صلاح السعدني
البداية الفنية لصلاح السعدني زي ما قلنا في بداية 64 ومسلسلاته كتيرة جدا جدا، وحقيقة مش قادرين نقول ان هذه الشخصية شخصية عظيمة وشخصية جميلة وشخصية كلها حب وصداقة، ولكن ما رواه عن المسيحيين لم توجد اي معلومات انه تكلم عن الإخوة المسيحيين بأي كلام إن كان بالإيجاب أو بالسلب. وبالنسبة إلى دخوله إلى الكنيسة لم نعرف حتى الآن ما حدث أيضا، ولكن كل ما نستطيع أن نقوله إن من أفلام صلاح السعدني الموظفون في الأرض سنة 85، لمن يبتسم القمر 86، لعدم كفاءة الأدلة 87، زمن حاتم زهران 87، صراع الأحفاد 89، المراجبي 95، مسلسلات النوة سنة 91، المحاكمة 93، حلم الجنوبي 97، ضرب ابن مرقوط 99، رجل في زمن العولمة سنة 2002، الناس وكفر عسكر 2003، الثروة حسابات أخرى عام 2005، عمارة يعقوبيان سنة 2007، الإخوة الأعداء في 2012، ولدينا الكثير من صور صلاح السعدني الله يرحمه. طبعا احنا عارفين هو يعتبر ابو الفنان المحترم ايضا احمد السعدني. تزوج الفنان القدير صلاح السعدني من خارج الوسط الفني، ورزق بابنه احمد الذي استقبل مسيرة والده الفنية، وقدم العديد من الاعمال الفنية المتنوعة والناجحة، ومن اشهرها فيلم اعز اصحاب، كما أبدع في الدراما المصرية فقدم بطولة مسلسل الكبريت الأحمر وغيرها. وشارك الفنان الشاب أحمد السعدني صورة لوالده الفنان القدير صلاح السعدني وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، وعلق قائلا: العمدة يصبح وقد ظهر والده في الصورة وهو في صحة جيدة. العمدة وهو بيصبح وفي صورة جيدة بسبب الشائعات التي تداولت مواقع التواصل الاجتماعي حول حالته الصحية السيئة، كما أن طردته أيضا شائعة الوفاة التي تسبب في غضبه بشكل كبير. وقد أكد الفنان صلاح السعدني أنه في حالة جيدة، ويشكر كل جمهور ومحبيه الذين تمنوا له الصحة وطول العمر. وفي ذكرى عيد ميلاده أكد أنه في حالة جيدة وصرح قائلا: أنا بخير الحمد لله، صحتي مستقرة ومستمتع بحياتي العادية بعيدا عن الضجيج والأضواء، وأنا أجلس بين أحفادي وأبنائي رغم أن السعدني قد ابتعد عن الأضواء منذ أكثر من 6 سنوات ومنذ أن قدم القاصرات سنة 2013، ولكن مازال الجمهور يتابع أعماله الفنية. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، لكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم. آمين. لا تنسوا تعليقاتكم.